مثل هذه الأيام كان هناك دور للجذور الوطنية، سواء عندكم إيمانكم جذوركم الوطنية انتزعت النصر من داعش، تنظيم داعش الإرهابي الظلامي. هو ليس انتصار عسكري فقط، نعم انتصار عسكري بامتياز، ولكن انتصار الحضارة على التخلف، وانتصار إنسانية على التوحش، وانتصار الإرادة الوطنية إلى كل من أراد تقسيم هذا البلد أو النيل من كرامة العراقيين. بالفعل هو يوم تاريخي يجب أن نحتفل فيه، كما ذكرت هذا اليوم يوم انتصار يخص العراق ويخص البشرية، عندما العراق حارب بالنيابة عن كل دول العالم لمحاربة هذا التنظيم الذي أراد النيل من كرامة العراقيين ومن كرامة الإنسانية. كل مقاتلينا من ضباط ومراتب في جيش عراق البطل، من حشدنا البطل، من الشرطة الاتحادية البطلة، جهاز مكافحة الإرهاب والباشمركة، لقد صغتم مثل هذا اليوم قلادة وهديتموها، قلادة النصر إلى الشعب العراقي. العراقيين سوف لن ينسوا لكم هذا اليوم وهذه التضحيات من كل فئات الأجهزة التي ساعدت بها النصر. عندنا فرصة أن نستفاد من هذا النصر ونحول العنوان للوحدة الوطنية العراقية. بكل تأكيد أقول لكم بصراحة، أنا اليوم جئت وياكم لكي أبعث رسالة من الأنبار. ليش من الأنبار؟ لأن هناك من حاول خطف الأنبار والفلوجة والخالدية من العراق ويعمل على تقسيم العراق، والعراق غير قابل للقسمة. العراق غير قابل للقسمة أخوان، جهودكم أنتم ساعدتوا بحماية وحدة العراق، جيت لأبعث رسالة لكل من يحاول النيل من سيادة العراق، من كرامة العراقيين، من يحاول أن يعيد الماضي المظلم لهذه التجربة في تقسيم العراق والنيل من كرامته، أن هناك أسود ورجال في انتظاركم. هذا اليوم يوم كبير نفتخر به جميعا، هذا الفخر أنتم صنعتوه، كلكم الحاضرين بالقاعة صنعتوه. نعم الدماء كانت دماء عراقية سالت على هذه الأرض الطاهرة في العراق، التضحيات عراقية. نعم كان هناك مساعدة من أصدقاء العراق في كل دول العالم ودول الجوار، لن ننسى لأصدقائنا ومن ساعدنا في دعم العراق. هذه المواقف التاريخية التاريخ سوف يذكرها وسوف يذكر بطولاتكم. أنا جيت يوم لكي أهنيكم حقيقة، أهني قواتنا البطلة كما ذكرت، جيش العراق البطل، الحشد الشعبي، الشرطة الاتحادية، جهاز مكافحة الإرهاب، الباشمركة، كلنا عراقيين. أبارك لكم هذا اليوم، رهاني عليكم كثيرا لصناعة قيم جديدة بالوطنية العراقية عن طريق هذه التضحيات. العراق هو أولا، العراق أولا، العراق أولا، العراق أولا، ما عندنا قسمة أخرى غير العراق، بدون العراق ما عندنا أي قيمة. فأنتم من صنع القيمة وحياة وكرامة العراقيين. أحب أشكركم، أتمنى لكم كل توفيق. شبابنا أبطالنا، جيشنا البطل، حشد البطل، جهاز مكافحة الإرهاب البطل، الشرطة الاتحادية الباشمركة، مثل هذا اليوم سواعدكم إيمانكم جذوركم الوطنية انتصرت نصر كبير انتزعته بالقوة بالإرادة من تنظيم إرهابي ظلامي، تنظيم داعش. مثل هذا اليوم
نحتفل اليوم بذكرى كبيرة، هو يوم النصر العظيم الذي حققتموه بتضحياتكم بدمائكم